أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع ميليشيا الحوثي بعد أن كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة. صوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت 4 عن التصويت. وفي نهاية يناير الماضي قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة. كما قالت اللجنة في تقرير من 300 صفحة قدم لمجلس الأمن إن الميليشيات الحوثية من إيران لا تزال تجند الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ 7 أعوام. وأوضح الخبراء أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم. سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح في مواجهة مع قوات الجيش الوطني مساء أمس في جبهة 40 شمالي مدينة تعز. وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز مصرع وإصابة أكثر من 25 عنصرا حوثيا بينهم قيادات ميدان جاه، وذلك جراء المعارك العنيفة التي دارت في الجبهة. لقي 11 عنصرا حوثيا مصرعهم مساء أمس في غارة لمقاتلات التحالف استهدفت اجتماعا لميليشيا الحوثي في محافظة حجة. وقالت مصادر عسكرية إن من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو وحاج محمد عبد الله ثعيل. وفي وقت سابق من يوم أمس قتل 3 من قيادات ميليشيا الحوثي في غارة للتحالف في محافظة حجة، وذلك بعد يومين من مقتل القيادي الحوثي المدعو غازي أمين القلعة قائد جبهة حيران في غارة لمقاتلات التحالف شمالي مديرية عبس. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 16 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في محافظة حجة. وقال التحالف إن الغارات أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية. أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الضالع. وقالت مصادر ميدانية إن مجاميع حوثية حاولت التسلل باتجاه وادي بلدة مرخة جنوبي قطاع الفاخر شمالي محافظة الضالع، وتصدت لها قوات الجيش والمقاومة وخاضت معها اشتباكات ما دفعها للانسحاب، وذلك بعد مصرع وإصابة عدد من عناصرها. أكدت اللجنة الأمنية في محافظة المهرة رفضها لعمليات التجنيد خارج إطار المؤسسة الأمنية والعسكرية. ودعت أمنية المهرة في اجتماع لها برئاسة المحافظ محمد علي ياسر جميع المشايخ والأعيان والمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار والهدوء الذي تعيشه المحافظة. وأكد المحافظ على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية ومواجهة التحديات والنأي بالمحافظة عن المشاكل والتعامل بحق حزم مع كل من تسول له نفسه المساسة بالأمن والاستقرار وإغلاق السكينة العامة. دشنا في محافظة المهرة اليوم افتتاح مطار الغيضة الدولي، وذلك بحضور رسمي وشعبي كبير. وأشاد الحضور بالدعم الذي قدمته السعودية في عملية تأهيل المطار وتجهيزه أمام الرحلات الجوية. قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها قامت بتسهيل إجراءات خروج 22 مواطنا يمنيا من الأراضي الأوكرانية إلى الدول المجاورة لها. وأوضحت الخارجية أن السفارة اليمنية في وارسو عملت على تسهيل إجراءات عبور الحدود الأوكرانية ل 18 مواطنا يمنيا إلى الأراضي البولندية، فيما قامت القنصلية الفخرية لبلادنا في رومانيا بتسهيل دخول 4 مواطنين يمنيين إلى الأراضي الرومانية. ضمن برنامج التوعية الاجتماعية والحقوقية وإشراك المجتمع في قضايا المختطفين ومعاناتهم، أقامت رابطة أمهات المختطفين اليوم اللقاء المجتمعي الأول، والذي اشترك فيه محامون ورجال أمن وجيش وإعلاميين ونشطاء ونساء. ويأتي هذا اللقاء بهدف مناقشة دور المجتمع في مواجهة الانتهاكات والاختطافات والاعتقالات بكافة خلفياتها. تقيم رابطة أمهات المختطفين اليوم اللقاء المجتمعي الأول لها في محافظة تعز لتبريز دور رابطة أمهات المختطفين، وكذلك لحشد المناصرة والمؤيدة لملف قضية المختطفين والمخفيين بصرة.
شهدت مديرية الشميتين في محافظة تعز مسيرة للتنديد بانتهاكات عصابات نهب الأراضي بقوة السلاح، كما جابت المسيرة شوارع مدينة التربة وصولا إلى مقر إدارة أمن المديرية، مطالبين الأجهزة الأمنية والقضائية والمحلية بفرض هيبة الدولة ضد كل العصابات التي تسعى لتخريب ونهب ممتلكات الناس، مطالبين ببسط الأمن والاستقرار في كافة مناطق المديرية. خرجنا نطلب من إدارة الأمن ضبط السرق والمفسدين داخل المديرية وحاملين السلاح والذين يفسدون الأمن والاستقرار، وضبط المحققين داخل المديرية الذي يتعاون معهم داخل إدارة الأمن، ونطلب من مدير الأمن ضبط الأمن وإيجاد الأمن والاستقرار وإعانتنا من المفسدين وظاهرة حمل السلاح ومتهبشين الأراضي. هناك ظاهرة انتشر في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب تدني الأمن والاستقرار داخل المديرية وانتشار ظاهرة حمل وحيازة السلاح بدون أي قانون ينظم هذه الظاهرة، مما أدى إلى نهب الأراضي واستضعاف الناس والتهجم على أراضيهم بقوة السلاح. بالنسبة للمسيرة التي قام بها أبناء الأصابع صباح هذا اليوم إلى أمام مبنى المديرية يطالبون فيها بضبط أحد المطلوبين أمنيا، وفي قضية إحداء على أراضي وتهديد لأحد أبناء المنطقة، وقد قمنا في هذا الإطار، قد كان يعني خضنا في هذه القضية سابقا وجمعنا عملنا فيها إجراءات جمع استدلالات، وقد تم ضبط المطلوب أمنيا وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.